قضية أنا أريد أوضحها بالتحديد. تفضل. بنشأة أكرم والسيد إياد بنيان. نعم. وبنته المحترمة اللي هي زوجة الأخ نشأة. تفضل. نعم تفضل. الروائية حوراء. نعم. هم دائما وأنا ما أحكيها إلا حكاها نشأة وحكاها السيد إياد بنيان. قالوا إحنا قضيتنا الرئيسية ويا حيدر إنه في واحدة من الجروبات ذكرنا وذكر اسم حوراء وخلاها بين قوسين وهذه إساءة. زين. أولا يا أستاذ إياد البنيان أنت تعرف كل الزين أنا من كانت علاقتي بيك شلون أنظر إلى عائلتك، لا أسيء إلى عائلتك ولا أدخل هاي المواضيع ولا بعمري في يوم اختلفت مع شخص ودخلت الأهل بالموضوع. فهذا الموضوع أرجوكم تفكير لا تفكرون به. إذا تريد تخاصمني، إذا تريد تحكمني، إذا تريد تبقى بهذا العداء ابقى، بس لا تدخل هذا الموضوع لانه عيب بحقكم قبل لا يكون عيب بحقي انه تدخل هيك او تلمح الى هذا الامر. تقول لي ليش خليت بين قوسين؟ انا احيانا اكتب منشورات مو زين من موضوع ما له علاقه بالرياضه او شيء، يعني اخليه بين قوسين انه هذا الموضوع تم استغلاله اللي هي علاقه النسابه، يعني شنو تريد اوصلها؟ مو شنو تريد اوصل شيء مثل ما انتم تفكرون به او تريد تلمحه باللقاءات. هذا الموضوع أبد مو صحيح وما أدخل الأهل بأي تفصيلة ولا أي قضية شخصية ولا أي خلاف بيني وبينكم بهذا الموضوع.